السلام عليكم اخوان ديالنا، نهار جديد مع فيديو جديد، كنتمنى الله تكونوا كامل على خير وبخير وبصحه جيده رب العالمين. ها الاخوان ديالنا شارك معكم هذا الدار ان شاء الله يا ربي. الدار اللي هي كانت طنجه، الحمد لله راه الناس يا جميع الناس كيتابعونا عارفينها طنجه، درت العوامه بروجي ديال طنجه اللي في العوامه، القطاع اللي كيحتوي على 150 متر زائد البروز متر و20 كيعطي تقريبا واحد 162 او 160. لا نعطيكم جميع التفاصيل ديالها الحمد لله ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الله هذا الفيديو هذا يعجبكم ونكون عند حسن الظن ديال جميع الناس اللي كيتابعونا داخل الوطن وخارج الوطن. كنشكر جميع الناس اللي كيعملوا الثقه ديالهم فينا وكيسولونا دائما، كيقول لك الله هذيك الجنه في جوج الجنه في جوج، غير الوقت هي اللي ما كتساعدناش، بعد الساعه كيكون عندنا الاشغال هنا وهنا، ما كنقدركمش باش تصوروا صراحه، نقدم لكم شي حاجه في المستوى. كنتمنى من الله من الفوق كل مره نزلكم شويه شي حاجه في المستوى اللي تناسبنا وتناسبكم. وانتم ما تنساوش اللي باقي ما اشترك معنا، خلي لنا شي تعليق وما تنساوش اللايكات، وكنشكر جميع الناس. خليكم تساووا معنا، نعطيكم جميع التفاصيل ديال هذا البروجي هذا او هذه الضاله، هذه جميع التفاصيل ديالها. هذه الضاله بعد الريت شوسي، الضاله الاولى الطبق الاول، نعطيكم جميع التفاصيل ديالو، خليكم تساووا معنا. الاخوان كما قلنا لكم تابعوا معنا، نعطيكم بعض المعلومات على الضاله هذه وبعض الشرح ديالها الناس اللي مقبلين على البني او لا بنوا قبل. هنا بعض الناس اللي ما كيعرفوش في البني ولا عاد مقبلين على البني حتى هما يفهموها مزيان. الحمد لله حنا كنحاولوا نشتركوا معكم اي حاجه كنديروها معكم. كما كتابعوا معنا عندنا هنايا هذا الباركو هنا او البروز، ها هو خارج الخول ديالو، هو هذا كما كتشوفوا عندنا داخلين 3 المترو، ها هي تقريبا 3 المترو داخل. باش خارجين 12 و14 الحديد هذا فيها 12 و14 مخلطة كما كتابعوا معنا. البروج هو هذا، عندنا الباركو فيه متر و20، واحد الراس فيه متر و70، واحد الجهة فيها متر و20، متر و20 لا متر و70. سمحوا لنا الله ارتبكنا في بعض الساعات، كيوقع لنا بعض الارتباك، سمحوا لنا وتابعوا معنا. عندنا واحد القطار هو هذا، هو قبالكم واحد الكاش. تابعوا معنا القنصلة هي هذه، فيها حديد 14 رانفورد 14. بالنسبة للقنصلة راه داخلنا عندنا 4 المترو لداخل، الرانفور ديالها داخل تل السارية هاو فين واصل. كما كتابعو معنا من السارية للسارية حتى لبرا، من هاد السارية هادي حتى السارية لبرا. راه عندنا 4 المترو من السارية لداخل. عندنا هذه الطلعه ديال الدروج فيها دوب الناب، هي قبلتكم حتى هي ما شاء الله راه معمره بالحديد، فيها هذا لبلان لاطون ديال الدروج هو هذا. الوردي ديال 15 البترين عامر. تشبوس ديال 12، ماشي تشبوس صراحة، بالراس شادين من السيناج، ها هما قبالتكم كما كتابعوا معنا من السيناج كاملين تابعين للبيترينا حتى للراس. عندنا برا من الراس للراس هي مطلوقة مع البيترينا ماشية، كل بيترينا من الراس للراس عندنا برا ديال الحديد ديال 12. هانتوما كما كتابعوا معنا هي البرا ماشية طويلة من على 10 المترو. الحمد لله حنا كنحاولوا اي مره نقدم لكم شي حاجه في مستوى، وكنتمنوا من الله ربي عليه يحشمنا مع جميع الناس كامل الثقه ديالهم فينا.
الاخوان ديالنا كما تابعتوا معنا الفيديو كامل، كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو هذا ونكون على حسن الظن ديال الجميع. وكنشكر جميع الناس اللي كيتابعوني داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر الناس الجاليه بزاف 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 اللي كيتابعوني وكيعملوا الثقه ديالهم فيا وكيسولوني، لاقاش هما كيكونوا بعادين على اي واحد اللي عنده شي قطعه هنا ديال الارض ولا شي دار ولا شي بروجي خدام فيه، كيتبع معنا الحمد لله وكيعطيوه المعلومات على قد الاستطاعه ديالنا. جميع المعلومات اللي كتكون في راسنا كنعطيوها لهم وكنجاوبوهم الحمد لله. اللي ما جاوبناش يعاود يتصل بينا، مرحبا على راسنا وعينينا. وتهلاو لي فراسكم وكنشكركم جميعا، الله يحفظكم، السلام عليكم.